أعتقد أن من له شعبية كبيرة ولا يخشى المنافسين لا يقوم بسجن المنافسين، لا يقوم بيعني من خلال القضاء بأنه بعض منافسي في هذه الانتخابات يقع إخراجه من هذا السباق الانتخابي. من له ثقة في نفسه ومن له ثقة في شعبه يفسح المجال لمنافسي في الإعلام العمومي ولا يقوم بكل هذه التضييقات. احنا نذهب إلى شعبنا ومتأكدين ولنا ثقة كبيرة في هذا الشعب بأننا سنفوز في هذه الانتخابات. نحن نعرف ما يجري في الشارع التونسي ونعرف تطلعات التونسيين والتونسيات ونعرف الالتفاف الكبير حولنا اليوم في هذه الانتخابات من كل الفئات ومن كل الأعمار ومن كل الجهات، ونحن ذاهبون مع هذا الشعب نحو تحقيق الفوز إن شاء الله في انتخابات 6 أكتوبر. في الاستحقاقات الأخيرة نسب المشاركة كانت ضعيفة جدا، هل سيختلف الأمر كثيرا هذه المرة؟ أعتقد هي نسب المشاركة الضعيفة في الانتخابات السابقة التي جرت في البلاد في الفترة الأخيرة هي تعبير على فشل هذا المسار وتعبير على فشل الرئيس المنتهي ولايته، ولكن أعتقد التونسيون اليوم فهموا أن هنالك فرصة حقيقية للتغيير وأن التغيير في تونس لا يمكن أن يتم إلا عبر صندوق الاقتراع، ونحن من خلال ما نلمسه في الشارع ومن خلال حواراتنا ومن خلال الاتصالات التي تصلنا من الناس في الشارع ومن كل مكان نعتقد أن هنالك تحفز كبير رغم كل التضييقات ورغم كل التخويف ورغم كل محاولات أن لا يذهب التونسيون يوم 6 أكتوبر إلى صندوق الاقتراع، لكن نحن متفائلون ومتأكدون أن أفواج كبيرة من التونسيون سيذهبون يوم 6 أكتوبر لإنهاء هذه المرحلة والانتقال إلى يوم 26 جويلية حيث المستقبل وحيث البناء الحقيقي لتونس التي نحلم بها جميعا. وكيف سيتم من وجهة نظركم هذا البناء؟ ماذا عن برنامجكم الانتخابي؟ بماذا تعيدون التونسيين في الداخل والخارج؟ أولا في مجال الحقوق والحريات والإصلاحات السياسية العاجلة التي قد تحتاجها البلاد، بماذا تتعهدون؟ يعني في خصوص الحقوق والحريات أنا كنت يعني قد تعهدت حتى قبل ذلك. أولا يعني المرسوم 54 يجب إنهاء العمل بهذا المرسوم الذي بموجبه هنالك العديد من السياسيين والعديد من الإعلاميين والعديد من المواطنين يقبعون في السجون. أنا زهير المغزاوي كرئيس الجمهورية لا يمكن أن أقبل بدستور يعطي كل الصلاحيات أو يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية بدون رقابة. أنا لن أقبل بتلك الصلاحيات ويجب أن ولن أقبل أن لا أكون بدون رقابة، بدون رقابة البرلمان، بدون رقابة المحكمة الدستورية، بدون رقابة الإعلام، بدون رقابة المجتمع المدني. لا يمكن أن أكون رئيس الجمهورية ولا تكرس ولا المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، لأن المحكمة الدستورية هي ضمانة دولة القانون ودولة المؤسسات. أنا كرئيس الجمهورية سأتوجه للتونسيين من أجل مزيد تكريس حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية، من أجل تكريس حقوق المرأة التونسية. هذا يعني هذه التعهدات تعهدنا بها للتونسيين وسنعمل على تكريسها في الأيام الأولى من حكمنا بعد فوزنا إن شاء الله بالانتخابات الرئاسية. ماذا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب؟ وما هي الإصلاحات التي ترغبون في إدخالها؟ طبعا نحن نعرف أنه أحد الأسباب الأزمة التي تعيشها تونس وأحد أسباب الفشل الذي يعيشه هذا المسار هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي. يعني اليوم الأوضاع المعيشية في تونس أوضاع تتراجع يوما بعد يوم، نسبة النمو في تونس لا تكاد تتجاوز 0.4%، نسبة البطالة بلغت أكثر من 16 أو 17%، نسبة يعني المديونية بلغت حد لا يعني قياسي، يعني كل المؤشرات نسبة التضخم تزداد يوما بعد يوم، وهذا يتطلب الانكباب الكامل على الملف الاقتصادي والاجتماعي. نحن مذاهبون لرئاسة الجمهورية من أجل أولا الاعتناء بالفئات الهشة من معاطلين عن العمل، من عمال الحظائر، من العمليات الفلاحيات، من الدكاترة المعطلين العمل، من الأساتذة النواب وغيرهم. نحن ذاهبون للانتخابات الرئاسية من أجل الإصلاحات الكبرى في التعليم، في الصحة، في البنية التحتية. ذاهبون لهذه الانتخابات من أجل فئة نعتقد أنها مهمة ومهمة جدا كرس حياتها في خدمة الدولة التونسية لهم المتقاعدين واللي تقاضوا أجور زهيدة وزهيدة جدا لا تكاد يعني تشري لهم علبة من الدواء. ذاهبون لهذه الانتخابات من أجل شباب تونس اللي اليوم متطلع للتعامل بالعملة الرقمية اللي يحب يتعامل مع الذكاء الاصطناعي. نحن ذاهبون لهذه الانتخابات من أجل التونسيين في الخارج وأنت منهم أستاذ حكيم اللي هم اليوم ثروة حقيقية مهدورة في البلاد التي يجب أن يعتنى بها ولا يقع التعامل معهم على أساس أنهم عملة صعبة فقط.
ذاهبون من أجل الرأس المال الوطني الذي يجب أن يستثمر بدون خوف وبدون بيروقراطية وبدون قيود. من أجل كل هؤلاء نحن نذهب إلى هذه الانتخابات الرئاسية.